يعني يعرض أشياء قديمة، مستخدمات قديمة مثل الأسلحة والآلات الموسيقية القديمة، وأيضا يعرض الملابس القديمة مثل العمامة والصاية وأيضا حتى الأشياء المستخدمة في الكتابة والخط والرسم والنحت. هذا هو تقريبا المتحف. قيمة الدخول 10 ريال أو 10 ليرة، لكن بما أن احنا ماخذين الكارت أبو 125 تمكنت من الدخول إلى توب جابي، وسعر الدخول 65 هناك وهنا 10. هذه كلها كانت بسعر بطاقة واحدة قيمتها 125. والجولة لسه يعني في متاحف كثيرة نقدر ندخلها بنفس البطاقة، يعني تقريبا يعني إذا واحد حاب يشوف جميع المتاحف تبعهم أفضل إني أخذ البطاقة، ظهر إنها راح تكون أرخص يعني، بس الواحد يحتاج يكون عنده وقت عشان يقدر يغطي المنطقة كاملة. فإذا أنت جاي أكثر من أسبوعين يعني it's worth it إنك تأخذ البطاقة. لكن إذا جاي أبو 7 أيام يعني راح تقضيها بس متاحف 5 أيام أو بقالك يومين إنك تستأنس فيها يعني قليلة تعتبر. طبعا داخل التصوير ممنوع مثل باقي المتاحف، التصوير دائما ممنوع داخل المتاحف إلا ما نقدر، بس في ساحات المتاحف ما هذا مشكلة. هنا المتحف لكن ما تزال الخضرة موجودة، لا تخلو شوارع اسطنبول وحدائق من الخضرة. البرد ما يعتبر مرة يعني، اليوم راح يكون نوعا ما دافئ شوي، بكرة راح يكون فيه أمطار وراح تقل درجة الحرارة، راح يكون أكثر برودة. أمس كانت الشمس ساطعة وكان يعني الجو ربيعي يعتبر، يعني من تجربتي فصل الشتاء من خلال يومين ثلاثة الآن مش بطال إنك تجي في فصل الشتاء. يلا سلام لم